بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعتدنا ان احنا لما نوعظ، وده ترتيب الكنيسه ومن ترتيب اصيل قوي وقديم قوي، انه الوعظه تبقى تعليقا على الانجيل بتاع القداس، لان هو القرايه الاساسيه. صحيح، انا النهارده عايز اعمل حاجه شويه مختلفه، عايز اتكلم اكتر يمكن عن انجيل العشيه، وان كنت هربطه ولان هو مرتبط الحقيقه بانجيل القداس. انجيل العشيه الحقيقه علق معايا من امبارح، انا اللي قريت الانجيل في العشيه. قصه معروفه، قائد المئه راجل روماني مكرم من الشعب بحكم جنسيته وبحكم مركزه العسكري. كانت تعرفين الدولة الرومانية ما كانتش تتميز بالثقافة، يعني لو اتكلمنا عن اليونانيين، صحيح الإسكندر الأكبر كان قائد عسكري فذ، مات عنده 33 سنة بعد ما غزا العالم كله، من هو عنده 20 سنة والله يمكن أقل كمان بيجتاح العالم. لكن كان في ذهنه فكرة فلسفية، عشان كده كانت الدولة اليونانية معروفة بالفلسفة، وفضل التأثير الثقافي بتاع الفلسفة اليونانية حتى والرومان بعد كده بقوا هم اللي بيحكموا العالم. الدولة الرومانية كانت دولة قانون ونظام وعسكرية أكتر، مش ده موضوعنا، لكن بس بقول انه قد ايه يعني انه واحد عسكري يبقى له وضع متميز ازاي. فالراجل واضح انه كان انسان كويس. اولا عنده عبد، المفروض ان عبد ما يسويش كتير، لكن الراجل كان انسان ايه، يهمه العبد بتاعه. وبعدين العبد لما مرض الراجل كان نفسه انه عبده يشفى، يعمل له ايه؟ فسمع عن يسوع، فالراجل الظاهر كان له خدمات للشعب اليهودي، فراح لشيوخ اليهود قال لهم روحوا ليسوع وقولوا له العبد بتاعي يقول كلمة بس يشفيه. فراحوا الشيوخ بتوع اليهود ليسوع وقالوا له، قالوا له الراجل ده فعل أشياء طيبة لأمتنا وبنى لينا مجمع. الراجل ده له خدمات في رقبتنا، لو تقدر تعمل حاجة لهم خلاص اجي. فالراجل سمع انه المسيح جاي له. قصة انا عارف انه عارفينها، انا مش بحب اعيد حكايتها، بس انا عايز اعلق على النقط الاساسية فيها. فالمسيح جاي له في السكة، لهم لا لا يجي ازاي، ما يجيش، ما يستحقش يدخل بيتي، ده انا مرضتش اروح له بنفسي، عشان كده انا بعت للشيوخ اليهود. يقول لك ايه، هم الناس لما راحوا المسيح قالوا له انه مستحق ان تفعل له هذا لانه محب لامتنا وقد بنى لنا مجمع. فمشى يسوع معهم، واذ كان غير بعيد عن البيت ارسل اليه قائد 100 اصدقاء يقول له يا رب لا تتعب فاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي، لذلك لم احسب ذاتي مستحقا ان اتي اليك. انا اصلا ما قلتلكش ليه، قلت انا ما استاهلش، مين انا اروح ليك. ما انه كان المفروض يقول ايه، ده راجل يهودي غلبان، ايه يعني صفة دول، لكن ده انا وانا راجل روماني وقائد في الجيش وتحتيه 100 عسكري. لكن قال له لا، ده انا ما استحقش اجيلك، وانت ما تستحقش تدخل تحت سقف بيتي. لا، هقول لك حاجه تانية، ثلاث حاجات. اول حاجه ما تخش تحت سقف بيتي. اتنين، ان انا ما رضيتش اجيلك لاني ما حسيتني ما استاهلش. ثلاثة، تيجي ليه؟ انت تقول كلمة من عندك. انا راجل مرتب في الطبعة اللي في ايدينا بيروتية، مرتب يعني ايه؟ مش منظم. ترتيب جاي من ايه؟ رتبة، هيراركي. انا راجل افهم في الرتب، العسكري دايما فاهم ايه؟ مش عارف اللواء اعلى من العميد والعميد اعلى من العقيد، مش حافظهم بالانجليزي، السيرجنت والكولونيل ومش عارف ايه.
انا راجل فاهم في الرتب وفاهم انه الريس بتاعي يقول لي اعمل كده عسكري. مفيش ديمقراطيه في الجيش في ليه الجيش ما فيهوش كده؟ الحرب ما فيهاش يلا نقعد نتفق وناخد اراء وتصويت. العدو جاي اعمل دي اطلع دي سوق دي، مفيش اوامر. والكبير يقول للصغير والصغير يقول للاصغر منه وهكذا. فالراجل قال له انا راجل فاهم في الترتيب، انا راجل مرتب، انا راجل عسكري، وانا اقول للعسكري بتاعي يروح اعمل كده يعملها وما يقدرش يفتح بقه. انت تقول كلمه الراجل ابني العبد بتاعي يشفى يشفى، تيجي ليه؟ متخيلين قدر الايمان وقدر ان المسيح كبير قوي عنده. فالراجل عنده المسيح علق على ايمانه، ما علقش على اتضاعه. لكن هو الحقيقه برضه اتضاعه يستحق ان احنا نقف عنده. انا ما استاهلش اجيلك، انت انا ما استاهلش انك تدخل تحت سقف بيتي. وبعدين عنده ايمان عجيب لدرجه نقول له ما تجيش، تيجي ليه؟ روحت البيت وانا بفكر هقول ايه بكره على الوعظه. وبعدين قعدت اقول الله، ده فكرني على طول بمريم ومرسى لما لعازر مات. صدقوني قبل ما اشوف الانجيل، وبعدين بفتح الانجيل اشوف الانجيل النهارده ايه لقيته، عشان كده بقول لكم انه العلاقه. ففتح الانجيل فوجئت ان هو الانجيل بتاع مريم ومرسى ولعازر واقامه لعازر. فبقول فكرتني بمريم ومرسى ولعازر. مريم ومرسى قالوا له، قالوا المسيح ايه؟ قالوا له، هما الاثنين كرروا نفس الكلمه، قالوا لو كنت ها هنا لم يموت اخي. تعالوا نفكر في الكلمه دي، حاجتين فيها، حاجتين. اول حاجه انه لانك بعيد فتاثيرك مش شغال. لو كنت ها هنا لم يموت اخي، لكن لانك بعيد مات. معناها ايه؟ وانت بعيد ايه؟ مش مؤثر. الرجل التاني قال له ايه؟ مريم ومرسى جمال وبيحبوا المسيح قوي، بس بصوا الفرق. التاني قال له لا، تيجي ليه؟ انت مش محتاج تيجي، انت تقول كلمه من عندك والكلمه تمشي. مريم ومرسى قالوا له لو كنت ها هنا ما كانش مات اخويا. يعني ايه؟ يعني تاثيرك مش هيشتغل من بعيد، لو كنت موجود ما كانش مات. وبعدين النقطة الثانية في الجملة دي انه بعد ما مات اكيد خلاص، هتعمل ايه يعني؟ تاخدين بالكم الفكرة؟ يعني الجملة دي فيها حاجتين، ان لان انت بعيد ما تأثيرك ما يشتغلش فمات عشان كده، ولما جيت بعد ما مات هتعمل له ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجة بعد الموت خلاص. لكن الراجل الثاني قال له لا، وانت بعيد تقول كلمة يشفى. وفعلا في اللحظة المسيح قال انه يشفى، شفي. اللي يشفى شفي. الحكاية ليه بعمل المقارنة ديت؟ فكرتني بكلمة المسيح، ودي الكلمة دي صعبة. كل ما طلبتم من الآب باسمي فإياه يعطيكم. هل احنا مفروض، هل المفروض واحد زي حالاتي كده كاهن واقف يوعظ الناس يقول لهم كل اللي تطلبوه باسم المسيح هتاخدوه؟ يعني اقول نفسي دلوقتي الاقي بلاش 10,000 دولار، خليهم 5، يلاقيهم؟ المفروض نوعد بكده؟ اصل جالي، انا اتذكر كويس قوي انه جالي ناس كتير قالوا لي احنا سمعنا دي في مدارس الاحد، او سمعناها في وعظه صدقناها ورحنا طلبنا كذا، ومش شرط تكون حاجه ماديه، وما نفعتش، فاتصدمنا وقلنا الكلام ده كلام. فبقينا الواحد يقول طب يقولها كده ويوعد الناس؟ يعني واحد عنده حد عيان يقول له هيخف، هيخف، ما تخافش هيخف، نقدر نقولها كده؟ ما نقدرش نقولها كده الصراحه. طب نعمل ايه في الايه دي بتاعت كل ما طلبتم من الاب باسمي فإياه يعطيكم؟ انا عارف انه في رد مشهور وكنت انا بقوله، بس انا تهالي فكرت في حاجه تانية ريحتني. الرد المشهور انه اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، والرد صح مش غلط، مش بغيره. لكن اعتقد الرد التاني
تطلع من الراجل بتاع قائد المئة ده. قائد المئة ده عمل ايه؟ قائد المئة كان عنده المسيح كبير قوي، كبير قوي، اكتر من اي حاجه، اكتر من اي حاجه، لدرجه انه لحس انه يستحق يروح يطلب منه، لدرجه حط وسطاء ما بينه وما بينه، ولا يستحق ان المسيح ده يدخل بيته، وانه المسيح مش محتاج يجي يشفي غلامه، ده يقول كلمه بس هيشفيه. وبالتالي كل ما طلبتم من الاب باسمي فيعطيكم، او كل ما طلبتموه مؤمنين في الصلاه تنالونه. مؤمنين دي يعني ايه؟ مؤمنين دي مش بس ان انا صدق هطلب $5,000 هقول له يا رب وانا مصدق في قدرته الاقي $5 بينزلوا عليا 100%. لا، معناها ان هو اغلى حاجه عندي. العجيب ايه بقى؟ بصوا في حديث مريم ومرثى مع المسيح، قال لها سيقوم اخوك، قالت له انا اعلم منه سيقوم في اليوم الاخير، قال لها لا انا القيامه. القضية مش في الطلبة، مش في قيامة أخوكي، القضية في مين؟ أنا. صدقي فيا أنا. أعتقد أنه الإيمان مش إيمان بأن ربنا هينزل عليا $5,000 لما أطلبهم من السماء. أعتقد أن الإيمان أن المسيح هو كل ما ليا، هو شخصيا كل ما ليا. تعالوا نتخيل كده قصة رومانسية، واحد ومراته بيحبوا بعض، جاب لها هدية هي غالية قوي أو رخيصة قوي، يا غني فجاب لها هدية غالية قوي، يا غلبان جاب لها هدية على قده. وفي الحالتين لأنها بتحبه قوي قالت له هدية إيه؟ أنت هديتي، انت شخصيا هديتي، لا الهديه الغاليه ولا الرخيصه مش مهم هي قد ايه، ما فتحتهاش وبصت فيها واو او ايه دي، هي دي اللي قدرت عليها، شغلها الهديه، شغلها مين اللي مقدمها. تخيلوا كده في صحيح حد جايب هديه لمراته، مراته قالت له ولا يفرق معايا الهديه، انت الهديه بتاعتي. ابن رايح لباباه، بابا جاب له عربيه، قال له بابا اغلى من العربيه، العربيه بي ام ولا عربيه مش مرسيدس ولا عربيه مش عارف ايه، قال له انت اغلى من العربيه، انت كل انت اهم حاجه عندي او العكس. اعتقد هي ديت فكره الايمان، ان المسيح يكون كبير قوي، والا تبقى الايه ديت عباره عن ايه؟ كل ما تطلبونه من فانوس سحري، علاء الدين نعمل كده الفانوس يطلع العفريت، اسف التشبيه يعني، ويبقى المسيح بالنسبه لنا، اسف في التشبيه جدا يعني ما يصحش اقول كده، لكن ممكن يتحول في ذهننا انه كده، اما كده تطلب 10 طلبات، اطلب بعض، اطلب بقى زي الافلام. لا لا، المسيح شخصيا هو اللي غالي قوي، هو اللي كبير قوي عندي، هو اللي حياتنا كلنا، هو اللي خلاصنا كلنا، هو اللي قيامتنا كلنا، هو اللي رجائنا كلنا، هو اللي شفائنا كلنا، هو قيامتنا، هو شخصية، هو اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن التي لما وجدها إنسان مضى وباع كل ما كان له واشتراه. لسه كنت بتكلم قريب مع حد، الإنسان ممكن يتعرض في حياته لمواقف، لمضايقات، لأتعاب صعبة تجرحه، تتعبه، تعور نفسيته. حد كان قريب بيتكلم معايا بيقول الواحد نفسه اتجرحت كتير. الحقيقة ما حدش يعرف يداوي جراحات النفس غير المسيح. حلو الطب النفسي، حلو ان الواحد يروح يقعد مع دكتور ولا مش عارف ما ايه ولا مشير ولا مش عارف ايه، لكن الأمنة حتى من بتوع علم النفس يعرفهم
يقولوا انه ما بيعالجش، ما بيعالجش مش معناه ما نروحلوش، اوعى تفتكروا كده، ولا مروح للدكتور نفسي غلط ولا واحد، لا 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 ما بقولش كده، لكن لكن فعلا ما يدويش جراح النفس غير المسيح، هو الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا. بس عايزه مننا نكون ايه؟ مؤمنين. بس مؤمنين دي من ايه؟ مش انه هو اللي بيخدمنا، العفريت اللي بيطلع من من الفانوس السحري فنطلب الطلبات فيجيبها لنا، لا 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 لا، ده بصوره وحشه قوي، ده حتى عيب ان انا اقول كده. يعني انا كنت قاعد افكر اقول يصح اقولها في الوعظ ولا ما يصحش، بس قلت هقولها ليه؟ لانها سخيفه، لان الحقيقه ده احيانا التصور اللي احنا بنفهم بيه آية ايه؟ كل ما تطلبونه مؤمنين في الصلاة نالونه، فايه؟ طيب نطلب بقى، ولما اطلب شف بلاش، بلاش فلوس، فلوس شكلها بايخ، طب شفة، طب طلبت لحد شفق وشفقي، خف خف، طب وبعدين عيق تاني، طب خف، طب وبعدين هيفضل قاعد في الأرض؟ هيفضل قاعد في الأرض؟ ولا المهم إن المسيح يبقى هو خف يبقى مع المسيح، ما خفش يبقى مع المسيح، لأن المسيح هو أغلى حاجة. فأنا بطلب من المسيح وأنا مؤمن، بس هو بالنسبة لي أغلى حاجة، مش الـ مش الـ 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 العفريت اللي بيعمل لي اللي أنا عايزه، لا، ده أبويا الغالي جدا، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن اللي ما فيش حاجة تسويه، اللي ما فيش حاجة تسويه، اللي يقدر يديني كل اللي عايزه، أهم شيء خلاص نفسي، أهم شيء راحتها الداخلية اللي جوه، اللي سلام الله الذي يفوق كل عقل، حاجة ما تتوصفش، وصفها لنا اللي اختبروها القديسين. ربنا يدينا ان احنا يكون المسيح هو أغلى حاجة في حياتنا، ويكبر قوي زي ما عند الراجل دوت، وزي مريم ورثة قال لهم أنا القيامة، أنا القيامة، من آمن بي ولو مات في صحيحه، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد، إلهنا كل مجدك. أغنية.